اللهم يا رب ارحم شهداءنا الابرار، اللهم يا رب اكرم نزلهم وسع مدخلهم، انصرهم اللهم بالمال والتأمين والبركه، رقهم من الذنوب والخطايا كما يلقاهم الامن والتنزل، اللهم اكرم مثواهم واجعل الجنه مآلهم ومأواهم، اللهم ارزق اهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، واجعل اللهم بلدنا تونس بلدا امنا وسائر بلاد المسلمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، قال في محكم تنزيله وهو يؤصل ويؤسس ويبين ويوضح أهمية الدعاء في الإسلام، أهمية الدعاء في الإسلام، الدعاء الذي ارتبط في سورة البقرة بآيات الصيام وآيات القرآن، ثم بعد ذلك ترد هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجات بعد آية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كلها لا تنفك عن بعضها البعض. الصيام في حد ذاته والتواصل مع القرآن الكريم، ونحن في الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ثم لما ارتقى مستوى الإنسان بصيامه وقيامه وتلاوته ومراجعته للقرآن الكريم وسماعه وتلاوته وهو مهيئ على هذا النحو وعلى هذا السمو، تأتي الآية لتقول للناس: ادعوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخيفا، ادعوا ربكم في السر والعلان، ادعوا ربكم بتأمل وتدبر وخشوع ووعي وعقل، وبعدما تدعون قال الله تعالى: الباقي عندي أنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أي إذا دعا المؤمن ربه بقلب ربه ودعاه في وقت الرخاء ووقت الشدة، لأن المشكلة عند المسلمين أنهم أولا إذا دعوا الله لا يكونوا مخلصين، اثنين إذا دعوا الله لا يدعون بعقولهم، لا يعون ما يقولون، لا يفهمون ما يطلبون، فكأن الدعاء شكل سطحي، ثم إنه دعاء عارض من حين آخر. الآن مشكلة في غزة، إذا الآن يقولوا: اللهم انصر غزة، اللهم انصر الفلسطينيين، لا 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 لا، دائما وابدا، دائما وابدا ينبغي ان تكون علاقتك مع الله وطيده بشتى السبل، ومنها ان تكون من الذين يخضعون ويدعون ويسالون
أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. قال فيما يتعلق بالدعاء، قال من توكل على الله حق التوكل. هذا ينقصنا، هذا ينقص العرب وينقص المؤمنين والمسلمين، ذاك التوكل الحق، ذاك التوكل البين، ذاك التوكل العميق. قال من توكل على الله حق التوكل رزقه الله تعالى كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وتعود بطانا، تنطلق في الصباح جائعة ملتمسة للرزق وهي البهائم وطيور ودواب، تقصد الواحد الأحد الفرد الصمد إذا وحدتموه فيعطيها من فضله ويعطيها من رزقه. والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم الله دعاءهم وصلاتهم وتسبيحهم ولجوءهم من الله، فيرزقهم من حيث، ويرزق هذه الكائنات من حيث لا تحتسب. اللهم يا رب ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم ارزقنا من حيث لا نعلم، وارزقنا من حيث لا ندري. واللهم انصر اخواننا الفلسطينيين، واجعل اللهم مخرجا، واجعل اللهم مخرجا لكل الشعوب المقهوره المظلومه المنكوبه. بأبي وأمي يفتديك محمدان، يا خير خلق الله طار بك الندى، سويت أنفاسي وجئت مسلما أهديك عقدا في هواك منضدا، جاء الكتاب من السماء وكله أدب وتنظيم على نهج الهدى، والسنة الغراء نهج محمد صلوا عليه وسلموا فرزا. يا أحباء الشفيع محمد صلوا عليه وسلموا طول المدى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من بعث هاديا ومبشرا ونذيرا. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، كنت في الجمعة الماضية سقت إلى حضراتكم القرآن وأهميته، القرآن وأهدافه وأبعاده وأحكامه ونوره وهداه وأنواره، وقلنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لمن أراد أن يتذكر وأراد أن يتدبر. الله هو الذي قال هدى لكم أيها الناس اتخذوه سبيلا، اتخذوه مصدرا، اتخذوه مرجعا. وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إلى غير ذلك مما ذكرنا. لكن أريد أن أختم الكلام وهو في حد ذاته مختصرات حقيقة أسوق لحضراتكم عناوين أو أشبه عناوين لا أكثر ولا أقل في 20 دقيقة. لا تستطيع أن تتكلم عن القرآن أو أي موضوع كما تريد وكما تشاء وكما يستحقه هو. رسول الله يسلم عليكم ويقول وهو يعرف القرآن، يعطي السبيل تاع القرآن، إنها ستكون فتن، استشرف المستقبل وأطلعه الله على أمور ستقع، فقال إنها ستكون فتن. قالوا له يا رسول الله ما المخرج منها؟ لو أنها حلت وجدت وجاءت وأتت وكانت في زمن ما في قوم ما، ما الحل يا رسول الله؟ قال لهم كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم
لا ينسى بالهزل، وهو الفاصل ليس بالهزل. يا أمة أحمد، يا أمة القرآن، قال وهو الفصل ليس بالهزل. ما ترك من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وأذله. وقال وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. قال وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، لا تنقضي عجائبه. يا أمة محمد، يا أمة محمد. ثم قال ما إن انتهى هذا القرآن إلى أهل الجنة إن سمعوه حتى قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الحق وإلى الصواب وإلى النور وإلى الهدى، يهدي إلى ما يحقق مصالح الناس وسعادتهم وأمنهم واستقرارهم وفرحتهم في الدنيا والآخرة. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لمن وحد الواحد. ثم قال من قال به، من قال بالقرآن صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن هدى إليه هدي إلى صراط مستقيم أو هدى إلى صراط مستقيم. أنا سأعطيكم دليلا واحدا يدل على أننا نحن المصلين نتعامل مع القرآن تعاملا سوريا شكليا، والله لا يحب هذا، لأنه قال فلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال إذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات أكثر من السماع، الإنصات أكثر من السماع، أبلغ من السماع. الإنصات هو سبيل ومدخل للتفسير والفهم، والفهم. فلا مزيد للناس أن يستمعوا إلى القرآن وأن ينصتوا جيدا، لأن المسألة ليست مسألة قراءات عابرة. لما قرأنا قراءات عابرة واستمعنا في التراويح سماعات عابرة وفي الصلوات سماعات عابرة، ضيعنا قيمة الإسلام وبدأ الإسلام. وتوجد في أمتنا ما وجد الآن من تدابر وتقاتل وتخلف وفقر وعداوات وتمسق إلى غير ذلك مما تعلمون أو لا تعلمون. أنا قلت أعطيكم دليلا واضحا بينا لا يستطيع أن يشك فيه أحد، وهذا المصلين فضلا على غير المصلين.
أنفسكم أو سألنا المصلين، وسألنا المصلين في الكرة الأرضية الذين يصلون نسألهم هذا السؤال هذا، ما معنى الخناس؟ هذه فكرة عودة رب الناس فلك الناس فلك الناس مستمس بس الخناس لغلب التعليس ولا أعرف وهو يقرأوا أو يستمعوا إليه في سورة قرآن برب الناس قرآن برب الناس الخناس خير وفي قرآن برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب فلا نحن نعلم ما معنى غاسق ولا ما معنى وقب مازال سورة الصمد قل هو الله أحد عفونا حافظين الله الصمد لو طرحت هذا السؤال ما معنى الصمد لقال الجميع تقريبا الجميع قال أيوتو أيوتو النجدة وكيف نزيد نطلع شوية في القرآن أصغر سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ما معنى إن شانئك هو الأبتر إن شانئك والله بالحق سيد الشيخ أنا أقرأها وأستمع إليها ولكن والله ما جت لبالي يوم من الأيام أنا أن أتواصل معها وأن أعرف تفسيرها قرآن بغير تفسير لا معنى لا خلي عادي كنز نطلع شوية وقل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا عاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربي لك ينود لشيء لك ينود صح ولا معنى أنتم نفسكم الآن هو كأنه اختبار بسيط إذا كان يا أخي الآن عرفت على حضرتك بعض الآيات وبعض الكلمات وعرفت واهتديت أنك لا تفهم منها شيئا مع أنك تقرأها أو تستمع إليها ولا تدرك معانيها اما المفتاح لولادنا يا سيدي احنا اشرنا الى الدعاء او المفتاح كي تخرج من الجامع اكثروا من الدعاء يفيق الانسان على روحه ويفر الى الله ثم عيشوا يهديكم ويبارك فيكم شيئا من معاني القران انك ستتبدل تجد نحن لم نتبدل من سنين ويظل الواحد منا 60 سنة 70 سنة 80 سنة وهو يصلي يعيش وهو لا يعرف معنى من معاني القرآن ويموت وهو لا يعرف معنى وبعض يقول اشبه أحوالنا السيئة اشبه سلوكاتنا ليست جيدة لأن الجانب الروحي الجانب الثقافي الجانب العلمي الجانب الفكري اللي سوقنا فيه القرآن العقيدة والأخلاق والعبادات والأحكام والقصص والإعجاز اللي فيه اللغوي والعلمي والتاريخي لغير ذلك كل هذا لا نملك منه شيئا كثيرا لا نملك منه شيئا كثيرا أما يا سيدي إلى حد الآن في مفاتيح المفتاح الأول ادعوا ربكم أيها الناس سرا وعلانية اثنين تواصلوا مع القرآن كبعض من التفسير مش معناه كل النهار كما تتعاملون مع الكرة لا ضير في ذلك وتعشقونها وتحبونها تجدوا بقعة كبيرة أي نوع من الثقافة نوع من التواصل تجدوا بقعة كبيرة في قلوبكم وأرواحكم القلب ليس صغيرا بالقرآن مش وهذا لا يغني عن هذا نحن نحبوك في كل شيء عندك بايك خذ بايك من كل شيء أعود إلى موضوع الدعاء يا جماعة رب العالمين قال ادعوني أستجب وقال في آية أخرى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة
وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. سمعتوا؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لمن وحده؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لا يكترث الله بكم لولا الدعاء، لا يلتفت إليكم الله إذا لم يكن هناك دعاء. شكون منكم سمى بسم الله وشكر الله تعالى عند إفطاره البارحتان؟ ما كيف دعوتم الله بعد إفطاركم وقد من الله عليكم؟ عندما استيقظت مبكرا وقد وجدت أن الله أودع فيك الحياة من جديد بدعاء دعوت، عندما من الله عليك بنعم، ما الدعاء الذي لهجت به عندما ركبت سيارتك وهي نعمة كبيرة أو حافلة أو قطار؟ أي تضرع؟ أي خشوع؟ أي شكر؟ أي دعاء ذكرته وأنت تنعم في نعمائه وآلائه؟ في كل الأحوال إذا تذكرت، حاول أن تتذكر وأن تستحضر نعمة الله عليك، فقل بلغتك الدارجة ولا باللغة العربية ولا أدعية قرآنية، اذكر ما تشاء. قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعم، الانسان حيث كان في دخل ما يعرفش يعمل دعاء، غير عادي، غير عادي. المفتاح اليوم الدعاء. ثم نلاحظ ان الانبياء والمرسلين وسادتنا من العلماء وغيرهم كانوا كلما تذرعوا الى الله كانت الاجابه فوريه. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، فاستجبنا له فنجيناه وأهله، فاستجبنا له ووهبنا يحيى، فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لمن واحدا واحدا. هؤلاء دعوا الله مخلصين له الدين فقال القرآن فاستجبنا له، هذا نجيناه وأهله، هؤلاء نجيناهم كشعب، نجيناهم كأمة بالقياس. والأخرى قال وهبنا له يحيى، مع أن الأسباب المادية لا تسمح بالإنجاب، ولكن الله قادر على أن يخلق السنن. هذا فيما يتعلق بالدعاء لطلب الأولاد وللإنجاب. الله قال أنا معكم، ادعوني ادعوني بارك بقلب ورب أستجب لكم. وفي الآية الأخرى فنجيناه من الغم، لك الهموم والضغط والستريس والتوترات والتقلبات النفسية والاضطرابات، هي فيها قال ادعوني أنا أرفعها. وكذلك ننجي المؤمنين. فكشفنا ما به من ضار، هذا نبي من الانبياء عمره 18 سنه
أفنى ما به من ظهر. كذلك اليوم كلنا عنده بعض المعاناة، لكن الذي ينقص هو أن تتمسكوا بحبل الله وأن تكونوا صادقين وأن تفروا إلى الله كما تفروا كما فررتم للكوب ديمون، تركتم المصلي يصلي وذهبتم للمباريات. الآن عندما تتابع بعض الشاشات أو في واقعنا المعيش أثناء التراويح، هناك من يخرج يغادر التراويح، يترك القرآن، يترك علاقته بالله ليأخذ محموله قرطابه ويورورا ويتكلم. ما يحشمش البحث على روحه، ما يحشمش المؤمن يكون في رحاب الله ويكون مع إمام صادق وهو يتلو القرآن ويراجعه. ونحن الأمة الوحيدة التي نراجعها، نراجع دستورنا علناً على الملا في الكرة الأرضية كلها. ما يحشمش الواحد مخبي كلاب ثم بعد ذلك تأتي ذبذبة أو تأتي غنياته في محموله فيخرج وعنده حاجة عادية كونه يروح يتكلم الساعة. لا الله والقرآن والإمامة والخيانة قاعدين يصلوا وبركات رمضان تأتي فيما بعد. كل هؤلاء لا يقبل الله منهم صيام، لا يقبل الله منهم صلاة دعم، لأن التواصل مقطوع مقطوع مقطوع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال وهو حبل الله المتين، وهو حبل الله المتين. تمسك بحبل الله، ننظم أمورك، ننظم أمورك. ينبغي أن تعلم الجماهير والناس، ينبغي أن تعلم مشاريعك أنك إذا دخلت في علاقة مع الله فإنها لا تعلو عليها علاقة. كل الماليات والمشروعيات والأسر الأسرية والاجتماعية وكذا والأصحاب عندهم بايهم، عندهم برنامج نتاعهم في البلانينج نتاعك، في الأوردر دي جور نتاعك. عندما تقف بين يدي الله ينبغي ألا تتدخل أطراف أخرى، وينبغي ألا تعلو على أطراف أخرى. طالما الناس يتعاملون مع كتاب الله على هذا النحو، طالما يتعاملون مع الصلوات على هذا النحو، فإن الله لا يقبل منا. مثلا سيدنا إبراهيم عنده دعاء ألف سنة لليوم موجود. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وكثم القناة تاع مكة المكرمة تعطيك التفصيل وتصدق هذه الآية. كم أناس معتمرون، كم من المصلين آناء الليل وأطراف النهار 24/24 7/7 365/365. الله استجاب، استجاب لإبراهيم، والله قادر على أن يستجيب لك في المحنة التي هي عندك. وإن شاء الله ما تسماش محنة، تريد المزيد من الخير وتزيد المزيد من الفضل، تريد المزيد من البركات، الله لا يتخلى عنك إن لم تتخلى عنك. هذا مفتاح القرآن، بعد مفتاح القرآن. نسأل الله تعالى أن يكون من الذين يقولون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيتقبل منهم.